وفي اطار مبارياتها في المجموعة والظهور الاول لكلا المنتخبين الاخضر بالكثير من الامال وبالكثير من الحب وبالكثير من الاماني في مواجهة منتخب يعتبر من ابرز المرشحين للوصول الى ما هو بعيد جدا في هذه البطولة وللتتويج بلقب هذه البطولة. لكن اليوم بحول الله الاخضر ورجال المنتخب السعودي وبعزيمتهم واصرارهم قادرين على ان يكونوا حاضرين بشكل مميز في مواجهة منتخب الارجنتين. الاخضر وبخيارات هيرفي رينار في مباراة اليوم يبدأ بالعويس في حراسة المرمى، البليهي وبجواره التنبكتي، سعود عبد الحميد في الجهات اليوم، عهد الروس داخل منطقة الجزاء والعويس لاويس. اوهو في احتمالية ركلة جزاء، في احتمالية ان تكون لوب كوفي يعلن عن وجود ركلة جزاء رقم 19 و20 معادل الرقم ماسكيرانو كاكثر اللاعبين ظهورا ليونيله. تسديدة تاتي لكن بعيدة عن المرمى، بعيدة عن المرمى، محاولة منطقة الجزاء عادت إلى سعود عرضية داخل المنطقة لكن في أحضان حارس المرمى مارتينيز، في أحضان حارس المرمى مارتينيز، هذه المحاولة والكرة وبعيدته. أسرع شوي يا شباب، ليش رجع العويس؟ ليش رجع العويس؟ لا 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 رايه وتسلل مدرسه اليوم. والكره تعود لمصلحة المنتخب الارجنتيني. نحن نعي تماما ما نقوله. ميسي مكانته هدافا تاريخيا للارجنتين في كل البطولات والمنافسات. كرة محاولة خطيرة جدا لكن الى خارج ارضية الملعب. الى خارج ارضية الملعب. تسديدة تاتي والكرة بعد ذلك تصل الى خارج ارضية الملعب. تحفيز اللاعبين. كرة الى ليونيل ميسي وابعدت من امامه وابعدت. مثالية جدا من سعود عبد الحميد. خلص سلامات لسلمان الفرج. سلمان الفرج يسقط في ارضية الميدان ويبدو بان غير قادر على اكمال احداث هذه المواجهة. نواف العابد من استبعد في اللحظات الاخيرة ومن استدعي في اللحظات الاخيرة في رقصته الاخيرة في المونديال. اوه العويس محمد يا سلام. نعم صفرت نهاية شوط المباراة الأول يطلقها حكم المباراة سلافكو. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان نلتقي بحول الله مع بداية شوط المباراة الثاني إلى أن يحين الموعد. تقبلوا تحية وصالح الشهري. صالح الشهري ظهور جيد في الشوط الأول. نعم هنالك ثلاثة أهداف ألقية كرة بمحاولة في ارضية الملعب هو تعادل مستحق للمنتخب السعودي.
قاوم يا سعود، تقدم يا سعود، اضرب يا سعود، اطرح ارضا يا سعود، قف على قدميك يا سعود. وصلت الى نواف، نواف لا 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 في شيء جاي من نواف، 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 في شيء جاي من نواف. الى رودريغو دي بول، عرضية من دي بول داخل منطقة الجزاء، لازالة مستمرة وقائمة. لا 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 لا. الله عليك يا محمد، الله عليك يا محمد، بالتوقيت المناسب العويس، العويس العويس يتصدى ويبعد. لتعرف بأن الأمور تغيرت تماما بعد مواجهة المنتخب السعودي، لتعلم بعد ذلك بأن الأخضر لاوتارو الى لونالوفو. كره بمحاوله الان، ملعوبه خطيره جدا، لكن رايه موجوده. تسلل 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 تسلل، رايه موجوده والتسلل موجود، واللقطه بعد ذلك هنا ياتي الى لهذا اللقاء اخضرا سعوديا، هذا الاخضر متالقا نراه حلما بعين المجموعه. لا يفوز بكاس العالم، العويس يرتقي وفي اللقطه الماضيه تصدى على لاعبين الاخضر، وفي المدرج على جمهور الاخضر، وفي المدرج على جمهور الاخضر. الانتصار الذي لقطة ربما لم انتبه لها، تعود المحاولة بعد ذلك براسية إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. حول الله تعودون بمسيرات من الفرح والانتصار والسرور. الله يا عويس، الله يا عويس، الله يا عويس، الله يا عويس، برافو يا عويس، قواك الله يا عويس، قواك الله يا محمد. إنها بتنتهي يا عند عويس يا إلى خارج الملعب، يا إنها تبعد. الكرة بمحاولة ملعوبة لكن تغطية وإبعاد، تغطية أرضية داخل منطقة الجزاء. يا الله يا العويس، الله 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 الله, الله يا العويس. سجل أهدافا في ثلاث نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم. كرة بصافرة موجودة وخطأ، يا انتصار في مباراة اليوم. كرة بمحاولة أمامي عويس، عويس عويس عويس. سلامات 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 سلامات. ياسر الشهراني، البحث عن التقدم والمرور. جوميز داخل منطقة الجزاء، ملعوبة الكرة، التغطية والإبعاد. تخلصت 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 تخلصت، راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل، راية موجودة وتسلل. أوه 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 أوه، انذار على محمد العويس. أصبحت المنتخب الأرجنتيني راسية. الله 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 يا محمد، الله. داخل منطقة الجزاء، التصدي ياتي والكرة فيها ابعاد والمحاولة بعد ذلك. اعتقد باننا وصلنا الى اللحظات الاخيرة، اعتقد باننا وصلنا الى اللحظات الاخيرة. استشعار في داخلي، والله والله لا اعرف كم هو التوقيت، ولا صفر 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 صفر. سارعي للمجد والعلياء، رددي مجدي بخالق السماء، سارعي للمجد والعلياء، مجدي لخالق السماء، وارفع الخفاق الاخضر ينشر النور المسطر.